قال له خد ادي دي ليوسف وهبي. فأراها يوسف وهبي قال النهارده هنعلن الجمهوريه. فقالوا له في مطرب جديد هتقدمه. طبعا ما كانش يعرف ان عبد الحليم حافظ جاي. فعبد الحليم حافظ رايح يقول له يوسف بيه يوسف بيه انا مش عايز اطلع الساعه 11. قال له ليه يا اخويا مش عايز تطلع؟ قال له عشان نشر الاخبار والناس مش هيسمعوني في الراديو. قال له انت مين؟ انت هتغني؟ قال له اسمك ايه؟ قال له عبد الحليم حافظ. قال له ما عنديش حد اسمه عبد الحليم حافظ. فطبعا وجيه اباظه اللي هو كان ماسك الشؤون المعنويه في القوات المسلحه وكان هو المسؤول عن الحفله هو اللي كان بعد جابه وقدمه. كان كلمه عليه محمد حسن الشجاعي وكان كلمه عليه حافظ عبد الوهاب وقال له ولد صوته جميل جدا. فطلع في هذه الليله طلع الفنان العظيم يوسف وهبي وقال اعلن اليكم ان مجلس قيادة الثورة قرر هذه الليلة إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في مصر، وبهذه المناسبة أقدم لكم صوت الثورة المطرب الشاب اسمك يلا عبد الحليم حافظ. ودي كانت يعني 18 يونيو 53 إعلان الجمهورية من الملكية إعلان الجمهورية و18 يونيو